زيارتي إلى كربلاء مهمة جداً. مشواري بلش في شوارع دبي من صورت نفسي لأول مرة، وأنا اليوم في شوارع البنت اللي خلتني أبلش هذا المشوار، زهرة. كانت أمنيتها أن تشوف دبي، بس كانت مصابة بمرض السرطان وما تقدر تسافر. فهديت لها أول فيديو على اليوتيوب على مدة تسافر وياي. وين ما أروح بهذا المشوار أحس أنه أكون نقص، لأن أنا وزهرة ما ودعنا بعض قبل ما ينتصر عليها السرطان. هي اطتني هاي الحياة اللي أنا عايشها اليوم، وكنت أتمنى أنه أقدر أطول حياتها. وبهاي المدينة عرفوا شلون يطولون حياة الأطفال المصابين بهذا المرض. وبهذه المدينة افتهمت المعنى الحقيقي لكلمة الإنسانية. كم كلف هذا المشروع؟ كلي راح يصير للمشروع 200 مليون دولار. أي واحد عراقي نريد نخدمه. فالأطباء حيدونا عادوني وبالكونات بنفسي، فأنا ما خفت. ما خفتي؟ أنت شطورة. أنا أول ما سمعت بهذا المكان قلت مستحيل هذا المكان موجود صراحة. طبعا الشيء المفرح لما نشوف مرضى غير عراقيين، احنا كسبنا ثقتهم وبدأوا يتعالجون هنا. سودت الدنيا بعيني، خفت يعني ردت اموت. قلت هاي خلاص، خابرت زوجتي قلت لها دير بالك على نفسك وبنتي لازم توصليها. الحمد لله، نقول الحمد لله. الحمد لله. مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام بسنة 2022 المؤسسة استقبلت أكثر من 68 ألف مريض من العراق ومن خارج العراق، وعدد مراجعات الأطفال وصل لحد 11 ألف مراجعة. المستشفى ضخمة جداً وعدد الكادر فوق 400 موظف. وهذا المشروع هي مبادرة من العتبة الحسينية المقدسة. العتبة الحسينية صارفة 15 مليون دولار تبرع أو مساهمة لعلاج السرطان، وهاي المبادرة خلت دكاترة عراقيين يرجعون من أمريكا ومن ألمانيا ومن السويد إلى بلدهم، وجاي يقدمون أصعب العلاجات إلى شعب يستاهل. وبحياتي ما سامع أنه أكو مشروع إنساني بهاي الضخامة على الكرة الأرضية. أنا دكتور حيدر حمزة العابدي، اختصاص علاج الأورام بالإشعاع، حاصل على شهادة الدكتوراه البورد وهي أعلى شهادة في مجال الاختصاص في علاج الأورام بالإشعاع. شنو 200 مليون دولار جاي تقدم للشعب العراقي ومن خارج العراق؟ طبعاً القيمة اللي جاي تقدمها حياة الإنسان هي ما تقدر. ممكن إنسان واحد يجوز حياته، لو واحد يملك هاي 200 مليون دولار هو ويقولوا له شفاءك بيها وينفقها، وإنسان واحد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا طبعا هاي مشاعر الناس اللي استثمروا بهذا المجال، مشاعر يعني العتبة، مشاعر متولي الشرعي. القضية المالية يقول آخر شيء أنه تفكرون بيها، أنه يهمني أنه المواطن العراقي يتعالج مثل ما يتعالج أي مواطن بهذا العالم. بعدين التقيت بدكتور ربيع، ترك حياته بأمريكا عمود يجي يشتغل هنا، وبحقيبته المهنية يحمل أكثر من 5000 عملية. واحدة من الأمور اللي نفتخر بها بهالمستشفى هي علاج الأمراض السرطانية للأطفال أقل من 15 سنة مجاناً تماماً على حساب العتبة الحسينية. اسمي ربيع قرياقوس حنا، ولادتي من الموصل. الحمد لله أخذت اختصاص فرعي تخصصي اللي هو الأورام النسائية. الإقامة كانت ديترويت وين ستيت يونيفرسيتي، وبعدين نور يونيفرسيتي نورث كارولاينا بشابل هيل. شنو خلاك ترجع؟ الهدف اللي موجود هنا أنا خاصة بهاي المؤسسة هو اللي خلاني أرجع. المستشفى مو بس غرف ومكاين وتقنيات، المستشفى هي أول شيء قصص، مثل قصة آية حيدر اللي كان عندها ورم الغدد اللمفاوية. افترت بها هواية أطباء، يعني خيروني بين حياة وموت، وقالوا لي منتشر المرض صاعد لحد صدرها يعني. فيعني أيست الدكتور قال تطلعين برا، أي علاج لاي بالعراق ماكو. آية شرحت لي على الأيام الصعبة اللي مرن عليها، وفهمتني أن أمها هي القدوة الأعلى بالنسبة إلها ورا وقفتها وياها. رسلوني إلى مستشفى وارث
شافتني ابكي بالباب استلمتني الزينة قالت سلميني المريضة وإن شاء الله خير. من نزلة عاش هنا يعني انهديت، بس فالشي التقيت به بالمستشفى الكادر الدعم النفسي. مريض السرطان هو حقيقة هو مرض العائلة مو مرض الشخص نفسه، فكنت أتمنى أقول يمتى ممكن أنه نقدر نوفر مكان الأهل ما يشيلون هم نفسهم أو المريضهم من يجون للمستشفى. وشنو كنت تحكين ويا آيم تجي فترة؟ يعني أنطيها إلها صورة شكل في داخلي شكل. من بديتي تحسين أنه آية راح تتشافى شنو كان شعورك؟ شعوري ما ينوصف الآية من قالها وصلنا مرحلة. آية اليوم مثل أي بنت عراقية تحب الحياة وعدها هواية هوايات من ضمنهم الرسم والموسيقى. دكتور حيدر كلش مشغول، بس طلبت منه أنه يأخذني تور سريع بالمستشفى. هذا الشكل ثلون طبعا هو المسارع أو نسميه هيك مفاعل صغير اللي ينتج المواد المشعة اللي نستخدمها بتصوير الأورام اللي اسمه جهاز الفيتسكان. هذا من شركة اي بي اي البلجيكية، هذا بيه قدرة انتاجية انه هي ممكن يغطي حاجة كل الأورام. بس يعني بجهاز الفيتسكان يعني بعد ما تطلع المادة قلنا من المفاعل تحقن هنا تحقن للمريض ساكفنون اللي هو هذا جهاز الفيتسكان من سيمنز. عرفكم محمد الراوي هو ماجستير من هذا التخصص، خلص بالإسكندرية. أنا في رئيس قسم الأورام أيضا، هو خريج إنجلترا جراحة الأورام البولية، خلص اختصاص دقيق في السويد. خلال هذا الشهر راح يلتحقون عندنا 2 من زملائنا في ألمانيا واثنين هم رؤساء أقسام جراحات أورام. دخولهم للمؤسسة هيج عندهم مشاعر كامنة كانت أنه الحنين والعودة إلى البلد، ولكن كان المانع هو عدم وجود مكان اللي هم يرغبون أنه يعملون فيه. نتابع عليه كثير، عندنا مرضى الآن يجونا من أربيل بس على التقرير البيتسكان هذا، لأنه كتابة التقرير أيضاً لها دور كبير. من أقرأها تقاريماتنا أتذكر تقارير كانت موجودة بالكوادر الأمريكية. وبعدين دكتور ربيع رواني جهاز نادر بالشرق الأوسط ويعتبر من أحدث الأجهزة بالعالم. الجهاز هو جهاز اللي يسموه المعالج الخطي اللي هنا أكسلريتر، دقيق جداً بحيث حتى هي كاميرا خاصة يتوالم ضرب الإشعاع ويا حركة المريض. هسه راح نلتقي بلوجين. لوجين هسه خلصت علاج وجاي تسوي تشيك أبس، فبعد هي بالسكن مال المستشفى. راح نتعرف عليها، هي كلش كيوت عمرها 6 سنوات، كلش متحمس أشوفها. هلا لوجين، شلونك؟ شو أخبارك؟ أقدر أدخل؟ جاهز للتصوير؟ ايه. الصراحة أني محتارة شيء، بس فأنت أني جايبة ملابس كل شيء هواية. خلينا نشوف الأوبشنات. ايه. أوكي. شنو عندك؟ شنو أنت مطلعين بالفيديو؟ حلو. أوكي. هذا الأوبشن الأول. هاي شنو ماي؟ تيشيرت. أوه برادا. كلش حلو. أوه هو هذا لوجين. لقيناه، هو هذا راح تلبسيه. من طلبه من دكتور حيدر انه يدير المستشفى كانت عنده امنيه واحده فقط. فلما طرحنا الموضوع على سماحه المتولي الشرعي فقال لي شنو المطلوب؟ قلت له اذا الاطفال العلاج الاشعاعي، كنت اتكلم على تخصص العلاج الاشعاعي، ممكن يكون على نفقتكم، على نفقه العتب الحسين المقدس، وبعد يعني واحد راح يساعد مبرر لل انه يكون عمله هنا بعد. فطبعا سماحه الشيخ بطبيعته انه تطلب منه شغله ينطيك مكانها 10. فقال لي خلص احنا كل علاج الاطفال راح يكون على نفقة العتبة الحسينية المقدسة. شي دلعوت؟ لولو. لولو؟ انا هم لولو. مبين عليش تحبين الفاشن صح؟ فاشن شو؟ يعني الملابس الحلوة. ايه. والديزاينات الحلوة. ايه. ها؟ ايه. شنو تحسين من تلبسين ملابس حلوة كشخين وتطلعين؟ عايز شعور يعني حلو وهاي. الله.
الاستجابة الحمد لله احنا الان رغم انه قصر الفترة اللي اشتغلت فيها المستشفى، لانها يعني بعدنا ما وصلنا 5 سنوات يعني اقل سنتين، بس الاستجابات اللي جاي نشوفها احنا ما نقل يعني نسب الاستجابة عندنا عن اللي جاي نشوفه في مراكز اخرى. انت قد بقيتي بهاي المستشفى هنا؟ سنة ويومين. هسه احسن صرتي؟ الحمد لله زينة. شنو ترين تصيرين من تكبرين؟ اصير مديرة شركة طيران. واو، مديرة شركة طيران؟ ايه. ايطاليا، فرنسا، لندن. فرنسا. فرنسا؟ طبعا لان كلها محلات مال فاشن وملابس. فهسه شنو اليوم عندك بالمستشفى؟ مراجعة تحاليل. كلش يحبوك هنا. البارحة انا هم اجيت. احس انه شو شوقوني اسوي سنة وفوقات. قد حلو. من المستحيل انه الكادر ممكن يتحمل هالقد ضغط اذا ما عنده قدوة صحيحة بداخل مكان العمل. فنجي على دكتور حيدر اللي هو مدير عام المستشفى CEO. نشوف العيادة مالته ببغداد زين، كل المرضى يشوفهم مجانا، فنشوف بانه المدير العام هم المريض زين وليس اي هم شخصي. اللي حبيته بهاي المؤسسة انه مو بس هم وبس يتمنون الخير للكل حتى المنافسين. بدأنا بوضع نشاطات حتى ننشر الثقافة العلمية بهذا المجال. احنا بدأنا ببرامج تدريبية في مجالات معينة، الناس هم مو موظفين عندنا. اذا واحد يخابرني يابا احنا نسوي مستشفى سرطاني، يابا اهلا بيكم، تعالوا تعلموا ويانا، تعالوا نحكيكم احنا زين، يهمنا هذا الشيء. اليوم المؤسسة طلقت حملة 1,000,000 فحص مبكر لكشف السرطان. بداية 2021 تم تشخيص مرض الكانسر. كان بالعظم عندي، وعندما شخصه انتقل عندي إلى الرئة، وبعدين جيت إلى مستشفى وارد. كم مرة ماخذ هذا المصعد؟ هواية مرات ما والحمد لله الآن آخذ علاج كيميائي وقاعد أدرس لأن عندي امتحانات وزارية. وأتمنى لك يعني كل الخير. الله يحفظك بالسلامة إن شاء الله. رحم الله والديك. الله يسترك. منك بطل. الله يحفظك. الله يسلمك. طلبت من المستشفى إني أحضر أحد العمليات اللي تصير اليوم، وأرد أراويكم كل شيء مثل ما أنا دا أشوفه بصراحة. يلا ندخل. الحمد لله نسوي عمليات هنا اللي أنا كنت أسويها بأمريكا، واللي كانوا هم زملائي من غير اختصاصات يسووها بأمريكا. كوادر الموجودة يمنا وخبراتنا الحمد لله تخليك من تدخل غرفة العمليات تشعر فعلا كأنه أنت خارج. واو. صدمة بالنسبة لي، أول مرة أشوف عملية هيج بهيج قرب، يعني مو سهل أبدا أبدا مو سهل، بس عاشت إيد الدكاترة على السرعة وعلى الدقة وعلى الخبرة. واو. العملية مو سهلة، بس من دكتور ربيع شرح لي عنها. دكتور تحكيها وكأنه عملية بسيطة. كم عملية أنت تقريبا كارير مالك؟ تقريبا عبر 5,000. سمعت إنه أكو غرف شبه فندقية موفرة للمرضى اللي جايين من أماكن بعيدة، فطلبت إنه أشوفهن بعيني. إنه المريض يأخذ يسوي العملية ونعطيه، مجرد انه نعطيه كبسوله يود مشع ويجي هنا بضيافتنا ويعيش حياته بصوره طبيعيه تماما. نبيها خدمات فندقيه خاصه، حمامه، شغلات الطاوله، ما يكون سرير طبي، اثاث طبي، حتى مزاج المريض الراعي بهذا الموضوع، لانه هو ما يحتاج اكثر من مكان ينعزل به. هي مبنيه بترصيص خاص، بس ما مبين كانما الفينيشينج مالته من الداخل. يحتاج هنا بغرف هاي تصاميم كل شيء، حتى الباب هذا تصميمه خاص، شركة خاصة اللي تصنعه. تقريبا هذا الباب الواحد اشترينا ب 10,000 دولار. مؤسسة وارث هي مو بس مستشفى، هو مشروع توعية وتثقيف الناس عن الوقاية. واحدة من الأمور المهمة في أي بلد لمواجهة السرطانات هي الكشف المبكر عن السرطان. فاحنا هذه الأهداف خليناها ضمن رؤيتنا، وعندنا هذا الشهر طبعا برنامج راح ينطلق، برنامج الكشف المبكر عن أورام الثدي، عن سرطان الرئة. هذا مدفوع بالكامل من قبل العتبة الحسيني المقدس، انه لانه يهمنا المريض انه يكتشف. بعدين اخذنا سياراتنا وانتقلنا للحلة نلتقي بأشرف.
ابني اشرف المصاب بلوكيميا الدم. حقيقه كان هذا مرض اللوكيميا من اخطر الامراض من انواع اللوكيميا اي ام ال. انا اشرف عباس عبد الله من اهالي الحله، اشتغل حلاق. صادف عندي نزيف، نقلنا لاحدى مستشفيات محافظه بابل، ومباشره ثاني يوم تلقى العلاج الكيميائي، وعلى اثرها صارت عنده مضاعفات قويه جدا. ما قالوا لي انه بيك لوكيميا، اصيبه بجلطه تخثر بالدم، نزف بالشبكيه، ما شفنا تحسن عنده بالمستشفى داخل محافظه بابل. على اثرها نقلنا الى مؤسسه وارث الاورام. الوالد قال لي انت بعد هذا امر الله انه انت عندك لوكيميا سرطان بالدم. فالحمد لله والشكر بفضل الله واهل البيت ودعاء الناس، والفضل يعود للمؤسسه، الكادر والاطباء ما قصروا وياي. ظليت تقريبا سنه او اكثر من سنه اخذ علاج كيميائي. تعرف اللي مر بهيك مرض يعني اللي عنده واللي ما عنده كله يخسره. فرد يعني قلت هاي انتهت، سودت الدنيا بعيني، خفت يعني ردت اموت. قلت هاي خلاص. خابرت زوجتي قلت لها دير بالك على نفسك وبنتي لازم توصليها. فكتبت وصيه. لهذا المرض يعني الانسان المرض لازم يكون قوي، صرت قوي وقفت. والحمد لله والشكر. اللي يتعالج باي مستشفى تصير عنده حاله اكتئاب من المكان اللي يتعالج به، بس رغم ذلك اللي يتعالجون بمستشفى وارث معظمهم يرجعون. فخابروني قالوا لي عندنا اطفال نريد نحلقهم. فقلت لهم انا اجيب هذا الشيء. فرحت هم يعني مثل ما مريت بهاي الحاله وشفتها صعبه، فكنت يعني بجانب الاطفال احكي وياهم وهاي وحلقتهم. فواحد من عندهم قام يبكي، زينت صفر قام يبكي. فسويت له رسم هنا. اتمنى يعني من جنابكم او جناب المدير دكتور حيدر يعني دائما يدعوني لهذا الشيء، احلق الاطفال او احلق يعني الشباب او الكبار، يعني اكون حلاق انا هناك اجي، ايش وقت ما تستدعوني انا اكون ممنون. اليوم اشرف انكتبت له حياه جديده، ونتمنى انه تكون اجمل حياه ممكن يتمناها، بس قصتها مع وارث ما تنتهي هنا. مرضى كمريض كانوا يتمنون سوى عمره، سوينا مبادره خلص فتحنا عتبه قلنا لهم عندنا كمريض يريدون عمره، قالوا كم واحد؟ سوينا جري طلع 61 واحد، قال خلص عمره 61 واحد عمره. والله من خابرتيني قلت لي طلع اسمك على عمره كانت فرحه ما تنوصف. ايش قد انتم يعني بالمستشفى قدمتوا فوق عطائكم، وهذه المبادره اللي خلقت عندنا امل جديد. والله فرحانه ما رايحه للامره ولا رايحه ولا واحد مودي، يعني انا غير اهلي بالاماره وبوحدي، بس انا وبالتختي يعني ما حسيت انا يعني، والله كل كان ولدي وكل كان بناتي، والله العظيم ما قصروا. هذا هو العراق الحقيقي، المحبه، العطاء وفعل الخير، فلا حد يقول لكم عراقنا تغير. هسه راح اروح احضر اجتماع ويا الدكاتره، هذا الاجتماع راح يتناقشون بالحالات الموجوده حاليا بالمستشفى. هنا اكو روحيه ممكن مختلفه عن غير مكان، مو فقط للموظفين العراقيين، حتى عندنا موظفين غير عراقيين. لحد الان ما اتذكر اني يوم حاسب لهم اجور ساعات اضافيه. وما اتذكر مر اسبوع اذا مو نص هذا الاسبوع هم مداومين ضعف ساعات العمل الليل. طبعا واحدة من الحاجات اللي يعني بتتميز بها مؤسسة وارث هو وجود ثقافات مختلفة، الناس فعلا ويلينج انها تصل الى المرحلة العالمية في علاج مرضى السرطان بدولة العراق، التي دولة اللي عانت على فترات وعلى مدار سنين من كثير من الامور. من شفت الكوادر الرهيبة ومن شفت كمية الاجهزة الحديثة افتهمت انه تكلفة تشغيل المستشفى هو بحد ذاته شيء ضخم. 200 مليون حجم رأس المال المستثمر مقابل رننج كوست بهذا المعدل سنويا ما يقل عن 10-12 مليون دولار تنفق على هذا المكان، واحنا بعدنا ما فتحنا التوسعة. طبعا هذه الفرصة ما ممكن تلقيها يعني مكان اخر. تخيلوا انه هذا المجمع كله الورايه هو السكن مال الدكاترة الكادر الطبي. ليش؟ لأن معظمهم جايين من الخارج ما ساكنين هنا، وهواية من عندهم يشتغلون خفارة، يعني المستشفى تحتاجهم فجأة لازم يكونون هم بغرفة عمليات، فكلهم ساكنين هنا. رايحين نسوي احتفالية صغيرة لبنية اليوم آخر يوم كيميو مالتها. ماكو
بس انا رشح نفسي. مين ترشحين نفسك؟ يعني البنيه ماكو بس دخلت استلموها حاصل فاصل الخطيه، بس اجواء كلش حلوه وشوفوا يعني كلش فرندلي، تحسوهم صدق اصدقاء يعني الستاف ويا البيشنت. انا جبت لك اربع وردات وانا واحد خمس. علي علي نواة المشروع كبير، بدأ العمل فيه مشروع التوسعة اللي راح يضيف توسعة سريرية بنسبة 100% من يعني ضعف العدد الموجود الحالي. إذا احنا هنا 126 راح نضيف 240 سرير. كل أطفال العراق ممكن هذا المبنى الجديد يكفيهم. تخيلوا بدل ما يكنسلون كيسز أو يأجلون كيسز، لا بنوا بناية جديدة عم يستقبلون كل كيسز جديدة. أورام البصرة إن شاء الله قبل نهاية هاي السنة، أورام الديوانية كمل التصميم مالتها ونحال على شركة، وأورام كركوك الآن قيد التنفيذ. وهذا كله بفضل الستاف الرهيب. حلوين، طموحين، ما يهمهم التعب، وجايين من بعيد على مود يكونون جزء من نجاح هذا المشروع. فمن القلب شكرا لكم. هل ترجع لأمريكا او خلص هذا المقر صار؟ شخصيا وجهت وجهي لله سبحانه وتعالى، فكل شيء نسويه هنا يكون عنده اثر كبير بمساعدة المريض العراقي. بصورة عامة يعني اذا عندك امنية اليوم شخصية او مهنية؟ أتمنى أنه كل مريض سرطان عراقي أنه يأخذ أفضل خدمة ممكنة بدون أن يتحمل هو أي عبء، لأنه مريض السرطان الصدمة النفسية اللي بيه، الصدمة اللي عائلته تكفيه اللي هو بيه، بالإضافة إذا تجي أعباء مالية ممكن أنه تزيد الهم عليه وممكن أنه تأثر على وضعه الاجتماعي. نادراً تدخل المستشفى وتلقى بيها ناس مبتسمة وأطفال يحتفلون وتقعد وياهم وتضحك وتصفق، وبينك وبين نفسك تقول إنه كل هاي التبرعات استثمرت بالمكان الصح. اليوم بهاي الممرات شفت ابتسامات بس شفتهم دموع، سمعت قصص عقلي ما استوعبهم وقلبي ما تحملهم، وتخيلت إنه برمشة عين ممكن زهرة تكون موجودة هنا وتصير زينة، وأقدر أتشكر منها وأسولف لها على كل الأشياء الحلوة شفتها بالدنيا من وراها. غريبة إني هلقد أفكر بطفلة عمري ما التقيت بيها وعمري ما راح ألتقي بيها. إذا زهرة خلتني أطلع على شاشاتكم ونكتشف هاي الحياة الصور، دعوني أتخيل إنه ألف زهرة ممكن تطيب هنا وتطي إلهام إلي والغيري على مود نخلق ذكريات أجمل. حرية في العطاوة، طبيبة أسنان، محامي، أنجح من السادس إعدادي، دكتور، إن شاء الله طبيب عسكري.